الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك فيكم وجزاكم خيرا. هذا سائل يقول: هل مذهب أهل السنة والجماعة معصوم من الخطأ؟ الحمد لله. الجواب: إن مذهب أهل السنة والجماعة لا بد أن ننظر فيه إلى اعتبارين: نظر للمذهب باعتباره مذهبا، ونظر لمن دان بهذا المذهب. فإذا لا بد أن نفرق بين الاعتبارين. أما مذهب أهل السنة والجماعة بالنظر إلى ذاته فلا جرم أنه مذهب معصوم من الخطأ، لا يمكن أبدا أن يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه. قالوا: لماذا؟ نقول: لأن هذا المذهب مبني على الحق المطلق وعلى الصدق المطلق، وهو دليل الكتاب والسنة. وما كان مبنيا على الحق والصدق المطلق فإنه لا يكون إلا حقا. ولذلك لا تجد كلمة من أهل السنة والجماعة إلا وهي مبنية على ماذا؟ على أدلة الكتاب والسنة. ولا تجد عقيدة قررها أهل السنة في كتبهم إلا وتجد لها ما يشهد لها من أدلة الكتاب والسنة واتفاق السلف. وهذا كله يوصف بأنه معصوم. فإذا يكون العمل يكون المذهب معصوما إذا بني على شيء معصوم. فإذا مذهب أهل السنة والجماعة باعتباره مذهبا وباعتباره عقيدة لا جرم أنه معصوم، لأنه مبني على المعصوم، وما بني على المعصوم فهو معصوم، وما بني على الحق فهو حق، وما بني على الصواب والصدق فهو صواب وصدق. لكن باعتبار النظر إلى من يدين بهذا المذهب فحينئذ قد يصدر من بعض المنتسبين لهذا المذهب بعض ماذا؟ الأخطاء، فأعمال المنتسبين ليست معصومة. فرقت بينها؟ أعمال المنتسبين لهذا المذهب ليست معصومة. ربما رجل من علماء أهل السنة يقرر بعض المسائل السنية السلفية على خلاف ماذا؟ على خلاف ما جاء عن أهل السنة والجماعة، فحينئذ ينسب الخطأ إلى ذات المذهب ولا إلى شخص هذا الرجل؟ شخصه. فإذا الأشخاص غير معصومين، وأما ذات المذهب بالنظر إليه مقرونا بأدلته فلا جرم أنه معصوم، فلا بد من التفريق بين هذين الحالتين حتى نعطي كل ذي حق حقه.